وللحديث عن قرارات لجنة الانضباط تجاه النصر والشباب وأيضا عن ملف النادي الأهلي وتصاريح لاعبيه تجاه الإدارة، ينضم لي من جدة الصحفي الرياضي سامي القرشي. سامي مساء الخير. مساء النور، تحية طيبة لك وتحية لمشاهدي ومشاهدات ام بي سي. أهلا وسهلا سامي، خليني أبدأ معك بآخر الأحداث اليوم الأمس. كيف شفت قرارات لجنة الانضباط تجاه البلطان وحسين عبد الغني ونادي الشباب؟ الحقيقة لا يوجد قرارات كي نناقشها، اللي حصل أمس هو أشبه بالمكافآت على خلفية ما حدث من الأحداث اللي احنا كلنا نعرفها في مباراة النصر والشباب. وأنا حقيقة كنت متوقع أنه القرارات راح تكون هشة وراح تكون بسيطة جدا، هي أشبه الحقيقة يعني المزحة بالنسبة للوسط الرياضي. الوسط الرياضي كله مصدوم صراحة على خلفية هذه القرارات، وأنا حقيقة كنت متوقعها لسبب واحد بسيط، أنه هناك بعض الأندية تصنف لدينا اعتبارية وهناك شخصيات اعتبارية وصلت إلى الوسط الرياضي السعودي وتعامل على أساس إنها الحقيقة فوق القانون، وهذا اللي إحنا شفناه. المتضرر الأكبر حسين عبد الغني لم يأخذ أي حق من حقوقه من خلال العقوبات اللي صدرت البارح. هناك حق خاص لحسين عبد الغني قدمه للنيابة العامة، هذا موضوع آخر يا سامي، ولكن هل ترى إنه الصفات الاعتبارية حركت في مسار اتخاذ القرار؟ لا، أنا أتحدث على صفات عن بعض الشخصيات اللي موجودة في الوسط الرياضي واللي دائما ما تثير المشاكل وما تثير البلابل في الأوساط الرياضية السعودية. التصريح هذا، التصاريح هذا اللي قاعد يحصل الآن مش يعني جديد ولا هو يعني من اليوم، هي هناك سلسلة من التصاريح لهذه الشخصيات سابقا تم تجاوزها ولم يتخذ فيها العقوبات الرادعة، وبالتالي كانت تمادي. احنا نتكلم اليوم عن رئيس نادي الشباب على يعني على سبيل المثال. انا اعتقد انه العقوبه اللي طالت لا تعتبر عقوبه في نظري بقدر ما هي مكافاه، وكذلك اللاعب سيبا. حسين عبد الغني هو المتضرر الاكبر من كل القرارات اللي حدثت امس. يعني حسين عبد الغني هو الخاسر الاكبر من وجهه نظرك؟ نعم، حسين عبد الغني تم اتهامه بالباطل وبرئ من قبل لجنه الانضباط. حسين عبد الغني تم تشويه سمعته، حسين عبد الغني تم التهجم عليه بمقاطع فيديو احنا نعرفها وبالفاظ، ومع هذا كله حسين عبد الغني حتى في عمليه الايقاف المؤقت اللي هي 15 يوم على ذمه التحقيق، حسين عبد الغني اوقف وهو متهم لم تثبت ادانته، في الوقت اللي المدعي اللي هو سيبا لاعب نادي الشباب مارس حياته الطبيعيه ولعب المباريات بشكل طبيعي، ثم يعاقب حسين عبد الغني بعد ذلك وهو لم يذنب. سامي حتسقط المباراتين عن حسين عبد الغني بما انه قضاها اوريدي، بس خلينا نتكلم الان في موضوعنا الاخر عشان ناخذ معاك الوقت الكافي في الموضوع الاخر.